هل يميز برنامج الانتخابي أنه يقف على الأولويات ويستمدها من الواقع ويعتبرها أهداف للتحقيق بالتعاون بين كل القوى، هذا اللي يميزه. وأنا ما نعتبرش اللي هو تنزيل حكيم، هو قابل للنقاش، وإذا كانت صارت نقاشات من أجل الوحدة الوطنية فسأدلو بسي نور الدين العرباوي، زارني بطلب منه وتناولنا الحديث في المشهد السياسي على ضوء الانتخابات، وتكلمنا على الأفاق القادمة لتونس، وأعطيته رؤيتي اللي قلتها لكم الآن. وتصبح على خير، تصبح على خير. خيارات النهضة متعددة إلى حد التشتت، وما نعرفش عليها إذا كان هي الآن تعرف روحها باش تعمل ولا، وهذا شيء معقول. أنا قلت لكم فسروا بقانون الاستقطاب الثنائي، فما قطب حداثي احتواء كل القاعدة الانتخابية متاع الديمقراطيين والحداثيين دون استثناء. هذا اللي خلى حضور الحزب الجمهوري يتدحرج في المشهد البرلماني، لكن كما قلت لكم ما هي إلا محطة. الحزب الجمهوري دخل الآن في معركة ثانية وهي معركة الرئاسيات، ويستعد لمعارك 2015 الانتخابات المحلية والجهوية والأحزاب الديمقراطية راي تتبنى من خلال تلك المعتركات. أنا متمسك أكثر من أي وقت مضى، وعيا بالرهانات وإيمانا بقدراتي وبكفاءاتي وبرصيدي وبرؤيتي. المبادرة اللي أطلقها سي مصطفى بن جعفر لم يتشاور فيها معنا، ولكن تجاوبنا معها إيجابيا، وستحضر الأخت مي جريبي بعد هذا الدور هذه المشاورات، ولكل حادث حديث. أنا أعتقد اللي عندي أفضل رصيد سياسي مع كل مقارنة مع كل المرشحين، ربما يشاركني في الرصيد السياسي إلى بدرجة الأخ حمل همامي، لكن الرؤية السياسية تختلف تماما، وأعتقد أن رؤيتي السياسية أقرب إلى الواقع التونسي. أما من حيث الرصيد النضالي من أجل الحريات، من أجل العدل الاجتماعي، ومن أجل الدفاع عن الوطن، فأعتقد قليل جدا من يشاطرني هذا الرصيد. ما أفضى إلي صندوق الاقتراع أقبله وأنحني إليه وأهني الفائزين منه، ولكن السؤال حول أن اختلاط السلطات هل هو مفيد للحريات وللاستقرار والأمن، أقول لا، التفريق والتوازن بين السلطات هو الأفضل.